أهلا بكم في الاختبار الثاني للمستوى المتوسط. خذوا بسرعة ورقة وقلم، الاختبار سيبدأ عند 3 2 1 0 انطلق. نمر الآن إلى التحقق من الأجوبة. On vérifie les réponses. Lorsque le récit ou la description passe par le regard et la conscience d'un personnage, on parle de focalisation, point de vue. عندما يكون السرد أو الوصف يمر عبر نظرة أو وعي أحد الشخصيات أحد الشخوص. هنا نتكلم عن la focalisation interne. Ou le point de vue interne. بكل بساطة, la focalisation interne تعني أن الراوي الذي يحكي يعرف ما تفكر فيه الشخصية, يعلم أحاسيسها وخباياها. هذا يسمى la focalisation interne. La focalisation externe يعني عندما يكون الراوي le narrateur عنده نظرة سطحية للقصة, يعرف فقط ما يبدو من القصة ولا يعرف خباياها.
بينما لا فوكاليزاسيون زيرو تعني ان الراوي لو ناراتور عنده علم بكل خبايا القصه، عنده علم بما سبق في القصه وبما سيجري مستقبلا في القصه، ويعلم كل التفاصيل وما يحدث بالضبط في كل الاماكن التي تحدث فيها القصه. Le sens d'un mot donné par le dictionnaire est dit المعنى الذي يعطيه لنا القاموس هو le sens dénoté أي المعنى الدلالي وليس le sens connoté. هناك اختلاف ما بين المعنى dénoté le sens dénoté et le sens connoté. Le sens dénoté أي المعنى الدلالي هو أن القاموس يعطينا المعنى المجرد للكلمة. إذا بحثنا مثلا عن بحر مار سيقول مثلا أنه كمية كبيرة من الماء المالح توجد فيه أسماك مثلا، بينما السنس كونوتي هو أبعاد الكلمة، نجده كثيرا في الشعر والكتابات الأدبية. مثلا السنس كونوتي دو مار بحر يمكن أن يعني حرية في نص ما، يمكن أن يعني حركة، يمكن أن يعني صخب. إذن le sens connoté هو تبعا لإرادة الكاتب، بينما le sens dénoté هو المعنى إن شئنا أن نقول المعنى الحقيقي للكلمة. Le sens connoté هو تلك التلبيسات وتلك الأبعاد التي تكتسيها الكلمة داخل النص. Tonalité qui cherche à émouvoir le lecteur ou le spectateur par des situations marquées par la souffrance, la passion, c'est la tonalité. رنة أو نغمة تحاول إثارة القارئ أو المشاهد من خلال مواقف تغلب عليها المعاناة la souffrance la passion. هي النغمة أو هي الرنة c'est la tonalité pathétique ليست ليريك، لأن la tonalité ليريك هي ذات طابع عاطفي تتحدث عن الحب العشق الهيام، بينما لا توناليتي ايبيك هي الرنة الملحمية التي تتحدث عن الملاحم. Je suis à vous dans la minute. Le présent de cette phrase exprime في هذه الجملة الحاضر يعبر عن le futur proche. هذا التشكيل être à خلال مدة معينة هو نوع من le futur proche المستقبل القريب. Madame Bovary est un roman de هذه الرواية مشهورة جدا. Madame Bovary هي لغوستاف فلوبرت. L'assonance est la répétition d'une même. L'assonance هو تكرار نفس la voyelle نفس الحرف المتحرك. مثلا ناتاشا اشتا لو شا لو بلو غرا، لاحظوا هنا تكرار la voyelle a. وضدها هو l'allitération. نقصد ب l'allitération هي تكرار نفس la consonne الحرف الصامت la consonne. Elle représente de façon imagée les divers aspects d'une idée qu'elle rend moins abstraite. C'est تقدم بطريقة مصورة مختلف مظاهر فكرة وتجعلها أقل تجريدا. بطريقة أخرى هناك تعبير في اللغة الفرنسية أو تقنية في اللغة الفرنسية تحاول أن تنزل مفهوما مجردا فكرة مجردة تحاول أن تعطيها طابعا ماديا. هذه التقنية تسمى الاليغوري. مثلا هذا التمثال المنحوت يسمى عامة العدالة لا جوستيس. مفهوم العدالة لا جوستيس هو مفهوم مجرد أبستخي، لكن الفنان الذي قام بإنجاز هذا التمثال حاول أن يبرز فكرة العدالة بشكل مادي ويجعله أقل تجريدا. هذه التقنية الاليغوري توجد في الرسم النحت وكذلك في الأدب. Une phrase composée est une phrase formée de deux ou plusieurs propositions. الجملة المركبة هي تلك الجملة التي تكون مشكلة من عبارتين فما أكثر من العبارات المستقلة propositions indépendantes، ونعني بمستقلة أي أن معناها مستقل عن العبارة الأخرى عكس les propositions subordonnées. Rendre le dernier soupir
veut dire هذه الجملة تعني مورير rendre le dernier soupir أي لفظ آخر أنفاسه. Le réalisme français est un courant littéraire qui date du التيار الواقعي الفرنسي. هو تيار أدبي ظهر في القرن التاسع عشر 19e siècle. انتهى هذا الاختبار. إن كنتم قد تحصلتم على 8 أجوبة على الأقل صحيحة يمكنكم المرور إلى الاختبار الموالي. الاختبار الموالي هو الاختبار الثالث للمستوى المتوسط.